السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم عادل بن شعبي قناتي صحة رأسمالي للعلاج الطبيعي للأمراض المناعية. ما تنسوش تشاركون وتفعلوا الجرس لتأتيكم كل جديد إن شاء الله. مرحبا بالمشتركين الجدد اللي يجوا معايا كل يوم، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نتكلم لكم على الرمان، فوائد الرمان، هذه الفاكهة الرائعة نخصة في هذا الفصل، وش هما الأمراض اللي الإنسان يعاني منها أو من علامات الأمراض اللي تكون تعاني منها. فضروري أنك تحاول تدخل الرمان في التغذية تاعك وفي الأكل تاعك، وحاول أنك تصبر على تقشيره وأكله. ما هي الأمراض والعلامات المرضية اللي ممكن والعاهات اللي يعاني منها الإنسان؟ ضروري أن الإنسان يعاود يعني يتصادق مع الرمان ويأكل الرمان ويصبر على تعب تقشيره وأكله إن شاء الله، خاصة في هذا الفصل نغتنم هذه الأشهر القليلة. كاين قرى أخرى نعمره من شيء اللي عطانا الله عز وجل من هذا الخير الكبير. أول عرض هو الناس اللي عندهم confusion mental، يعني الناس اللي عندهم دروشة في المخ تاعهم، يعني عندهم مشاكل يعني هلوسات وأمور يعني في راسهم، فمليح لهم الرمان. كذلك الناس اللي عندهم فقدان الذاكرة واللي عندهم الذاكرة ضعيفة فجيد جدا لي، وكذلك الناس اللي عندهم يعني يتخلط عليهم الأمور في راسهم كل ما هو مشاكل عقلية جيد جدا. والتكيسات، التكيسات بجميع أنواعها، وإن كانت في الكبد، كانت في الغدة الدرقية أو المبايض، التكيسات أين كانت، فإن شاء الله علينا إدماج الرمان في المأكولات. والناس اللي عندها أي عاهة جيد أنها تأكل الرمان كي تتقي بإذن الله هذه الأمراض. وكذلك الناس اللي عندهم مشاكل في التركيز كما سبق وأن ذكرت، وكذلك اللي عندهم القشرة، القشرة في الشعر، فروة الرأس اللي فيها مشاكل القشرة، وكذلك الناس اللي عندها اضطرابات في الوزن، الوزن ويزيدوا في كثير في الوزن، ضروري انهم ياكلوا الرمان. الناس اللي كانوا يعانيوا من كثرة الشهية، يعني الشهية ما تقطعش عندهم، ياكلوا بشيء رهيب، فجيد لهم الرمان. وتساقط الشعر، لتساقط الشعر جيد جدا الرمان، يقي من علامات وبداية تساقط الشعر والتقلصات العضلية. الناس اللي عندهم مشاكل في العضلات والتقلص العضلات كما نقولوا احنا لي كرومب موسكولير جيد جدا، وكذلك التقلصات العضلية اللي تجي خاصة في الفخذ، واللي عندهم مشاكل السكر، عدم توازن نسبة السكر في الدم فهو يعدل السكر رائع جيد جدا. والناس اللي عندهم شرخ في الميلينيك، يعني اصحاب التصلب المتعدد، وكذلك الناس اللي يعانون من مرض تريجيمو، نيفرالجي دو تريجيمو، والفيبروز هيباتيك، التهابات كبديه، والام في الظهر، وكذلك الامراض التي تسمى بتصلب الكتف، يعني الناس يعودوا كتف تاعهم ما يقدروش يرفعوه اصلا، وما يقدروش يرفعوا ايديهم الى الاعلى بسبب وجود تشنجات وتصلبات، وكذلك الآلام العضلية في أي مكان مكانها في الجسم، وكذلك الآلام في الأذن جيد لها الرمان. وكذلك الناس اللي يعانيوا من مشاكل الأرجل اللي يحسوا بها ثقيلة نوعا ما، والآلام في الجانب الجسم تاعهم، وكذلك الأرجل اللي تحسوا بها يعني أسفل القدم فيها آلام، والشقيقة والآلام الحادة في الرأس جيد لها كذلك، والالتهابات والحكة، كل ما هو حكة وخبش يعني، والناس يعني تحك حك حك حك، وكذلك الكبد جيد جدا، منظف ومطهر للكبد وللآلام، مسكن بصورة عامة. هذه يعني بعجالة كل العاهات واللي ممكن الإنسان يأخذ من عليها الرمان، إضافة إن تقوينا المناعة، وكذلك أن الرمان يقي من مشاكل العقد في الغدة الدرقية، الناس اللي عندهم عقيدات سواء كانت كلسية مسائلة، وكذلك المبايض وتكيس المبايض لدى النساء، فجيد لهم للرمان. كاين هناك دراسات كذلك تثبت بأن الرمان يعني يعالج ويساعد يعني الجسم من ناحية الروحانية، يعني مهدئ، يقلل يعني من التوتر والمشاكل ومن الحيرة، يعني هناك يعني دراسات في هذا المجال. نتمنى أنكم تكونوا بصحة وعافية رب العالمين. شكرا لكل من تابعني واشترك معي وكل من يعني يهتم بهذه القناة، شكرا لكم، نهاركم سعيد مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.